افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات منتدى جيبيكا للأبحاث والابتكار بمشاركة أكثر من 300 مشارك من القادة والخبراء العالميين في قطاع الصناعات الكيماوية من 81 دولة، وذلك بهدف تبادل الأفكار حول تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستراتيجيات التنويع والنمو في حقبة الثورة الصناعية الرابعة. وأكد معالي وزير النفط على أهمية توجه دول المنطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط نحو الاستثمار في الأبحاث والابتكار وتقديم ما هو أفضل لضمان الإمداد الثابت بجودة عالية المستوى للطلب العالمي المتزايد على الكيماويات نظرا للزيادة السكانية التي يشهدها العالم، مضيفا معالي أن العالم اليوم يشهد منافسة شديدة بين مختلف الشركات العالمية والكثير من التحديات في ظل العولمة والرقمنة التي تحتاج إلى العمل الدؤوب والجاد للتغلب على هذه الصعوبات والتحديات، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة الابتكار والأبحاث التطويرية في الصناعات الكيميائية التي تنتج من خلالها منتجات جديدة متطابقة مع المواصفات العالمية الحديثة، منوها إلى ما تقدمه الحكومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دعم ومساندة مستمرة للتغلب على التحديات الكثيرة للحفاظ على القدرة التنافسية في هذه السوق الديناميكية المتغيرة. وقال معالي أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبيك تعمل بكل جد وتفاني لتحقيق الطموحات والإنجازات العالية من خلال الاهتمام بالابتكار والأبحاث العديدة وتدريب الكوادر البشرية لتطوير عملية الإنتاج وتصدير المنتوجات الأمونيا، اليوريا والميثانول إلى السوق العالمية بجودة ذات مستوى عال منافس، حيث تم تصدير ما مجموعه 1,130,000 طن من ذات المنتوجات بزيادة وقدرها 1% أعلى مما كان مخططا له في العام 2018. وقد حققت شركة جيبيك الكثير من الإنجازات العالمية على مختلف الأصعدة. نفخر باختيار البحرين تكون يعني تستقطب مثل هذه المؤتمرات. هناك الكثير من أعمال الأبحاث اللي بدأت تدخل في القطاع النفطي وقطاع البتروكيماويات وبدأت تدخل حيز التنفيذ من شباب وشابات يعملون في مراكز أبحاث في جامعات وفي شركات، تؤدي إلى تحسين في الأداء، تحسين في الربحية، رفع الكفاءة، رفع معدل الانتاج إلى آخره. فكل هذه الأمور اليوم جزء من هذه الصناعة. طبعا الصناعات التحويلية اليوم في البتروكيميكلز تدخل في جميع القطاعات الاستهلاكية، في الملابس، في الصحة، في المواصلات. فالصناعة خصوصا النفط لها قدرة أنها تتوسع في كل شيء اليوم من القطاعات اللي نستهلك منها إن كانت الملابس إلى آخره. يجب علينا الاستثمار في البحث العلمي والابتكار لنضمن تحويل هذه الثروة الطبيعية إلى مواد ذو قيمة عالية جدا، وهناك أمثلة كثيرة الحمد لله في المنطقة أثبتت جدارة أولا المواطنين في منطقة الخليج العربي على تحمل المسؤولية في البحث العلمي والابتكار. شركة أرامكو، شركة سابك، شركات أخرى في المنطقة الآن استحوذوا على أكبر معامل البحث العلمي والمختبرات والتعاون مع الجامعات لإنتاج مواد جديدة في مجال الكيماويات والبتروكيماويات.